البساطة أهم عامل في انتشار المنتجات أو الخدمات الجيدة. الصناعة بحد ذاتها هي تبسيط. في أشخاص عندهم القدرة وعندهم المهارة إن هم يعملوا شيء أيا كانت هي طبخة أو برنامج أو إلى آخره، لكن تبسيطها بحيث إنه أي شخص يقدر يعملها، هنا الاشتراط عشان يكون فيها انتشار. طيب، هل هذا الشيء قد كده حصل؟ حصل من زمان ومن فترة طويلة، وممكن تلاحظه أنت في حياتك المعيشية. الآن لما تيجي على الوضع الاجتماعي، إيش الأشياء البسيطة الموجودة في الحياة الاجتماعية؟ مثلا اتفاق الناس على أكلات بتسميات وبتفاصيل محددة. فلما تيجي عندنا مثلا في المجتمع، لما اجي اقول لك عصيده، خلاص العصيده السبيسيفيكيشن تبعها، طريقه العمل حقها واضح، فهذا عرف كويس. الان يعني التفاضل هذا ما ينتهي، بس انت كده خلاص حددت شيء معين، الخبز حددت شيء معين، فهمت علي؟ بس الين ما يوصل لمرحله انه يكون هو عرف سائد، هذه طبعا صعوبة. صعوبة انك تتحول مثلا منتج انت تشوفه ممتاز لعرف سائد كويس. غالبيا في الغالب تحويل العرف سائد يحتاج عمل ضخم. بس في الوضع الحالي يعني لو نلاحظ اي صناعة جديدة تمر بثلاثة مراحل. تقديري، الله اعلم. المرحلة الأولى مرحلة اكتشاف، اكتشفوا حاجة معينة، تكنولوجيا جديدة وإلى آخره. هذه حتكون بس داخلة في دائرة المختصين، خلاص المختصين هم عارفين إن هذا الشيء نجح. الآن كيف يبدأوا يدخلوا في مرحلة الانتشار؟ المرحلة الثانية اللي يدخلوا فيها هي مرحلة إبراز. الإبراز له أكثر من طريقة، بس الطريقة ملاحظة مثلا في التقنيات الجديدة، مثلا زي عندك الآيفون، الإبراز كان تسويقي. لو تتذكر معايا شوية، الآيفون زمان قبل الآيفون الجوالات كانت ب 600 و 700 ريال، تمام؟ يعني حتى أقل من كذا، كانت 250 150، ومع ذلك كانت غالية، تمام؟ بس لما جاء الآيفون بثلاثة وشوية، كلها سنة وسنتين وتحصل كل الناس معاهم ايفون. تيجي تروح انا لحد الان ما انسى انه يوم من الايام كنت اروح اصلح السيارة حقي، تمام؟ بعدين طبعا الورشنجي يطلع الايفون حقه عشان يشيك على الكفر، يعني برنامج اللي هو المصباح، شغل المصباح بالايفون عشان يشوف الجوال هذا غالي، كيف قدر يوصل عليه؟ خلاص تسويق، تمام؟ ما لها علاقة بالسعر، ما لها علاقة بجودة الخدمة، هي تسويق ممتاز. الخطوة الثالثة اللي هي مرحلة التبسيط، تمام؟ خلاص الآن اللي هو التاتش فون خلاص انتشر. دحين الفكرة الثانية كيف إنه نحن يعني ننشئ، يعني نصنع أجهزة تكون سعرها مناسب يعني لفئات كبيرة من المجتمع، وفي نفس الوقت كمان ايش تكون مواصفاتها مقبولة كويس. هذا اختصاص شركات زي سامسونج، زي حتى نوكيا ممكن دحين ترجع، تمام؟ كل هذا يعني شوف، لاحظ الشركات اللي بتنشر والشركات اللي بتبرز، تمام؟ في الأساس مصدرهم فين؟ مصدرهم الابتكار والاختراع كويس. الابتكار والاختراع هذا يعني لو تشوف الناس اللي بيشتغلوا فيه، ما في يعني هم كانوا سبب في 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 الثورة الصناعية اللي حصل، لكن كإنجاز هو إنجاز علمي بس، لكن كإنجاز مادي شيء بسيط، يعني مقارنة بالشيء اللي تحقق للشركات الثانية، هذا شيء بسيط.
تمام؟ ليش؟ لأنه هذول عندهم وجهة نظر للإنجاز مختلفة عن وجهة نظر الشركات الثانية. هذول إنجازهم علمي مثلا، هذوليك إنجازهم تجاري، وبالتالي تأسيسه مختلف. أنت ما تقدر تخلي آيفون سامسونج وسامسونج، كلها شركات جوال صح، لكن مختلفة في منهجها، منهجها مختلف. طيب إيش نستفيد من الكلام هذا؟ نستفيد من الكلام هذا إنه مو معناه إنه الشيء اللي ما يتباع معناته مش ناجح. هي فكرة كويسة، لكن الفكرة الكويسة تحتاج إبراز، تمام، عشان تكون لها قبول. وبعدين لما يكون الشيء له قبول خلاص بدأ الناس انتشر عندهم عرف معين عن والله في جوال تاتش وهذا وزي، خلاص صار في صار عرف موجود. ديك الساعة تبدأ الشركات اللي هي الضخمة تسعى في مسألة إيش؟ إنه هي تبسط المنتجات بحيث إنها هي تنشرها بشكل أوسع. وكل منتج يطلع طبعا عنده زمن افتراضي، يعني لو طلع يعني من سنة لسنتين خلاص ما حيقدر يثبت على نفسه. ليه؟ لأنه كل الأشياء تتغير، وبالتالي المنتج كأنه إيش؟ كأنه زي السنة 2007 2008 2009 2016 2015، خلاص سنين تعدي، بس كل سنة لها أحداث، تمام، ولها يعني ظروفها الخاصة. هذا هو، ويعني إن شاء الله تكون واضحة الفكرة، تمام، عشان إيش؟ بس تعطيك نفس، تمام، لما أنت تبدأ تشتغل في حاجة ما تقعد تحط صورة ستيف جوبز وصورة بيل جيتس. ستيف جوبز شخص ما عنده خلفية في التقنية، عنده خلفية في تسويق التقنية، تمام. بيل جيتس شخص عرف ينشئ شركة ضخمة تجارية، تمام، الهدف منها الوصول لأوسع شريحة من الزبائن، تمام. لكن اللي اخترع التقنية ناس في بيل لابس، ايش الثروات اللي حققوها؟ هم فين؟ ما تعرف اصلا، تمام. حققوا انجاز وعملوا سي لانجوج وخلص انتهى، ما ادري حتى واحد منهم مروح ما حد يعرف. هذه طبيعة الدنيا، وهذه هي، لأنه الشيء اللي أنت عندك يوصل اللي ينتشر هو انتشر عبر تجارة، شبكة تجارية، تمام. كونه أنه وصل عندك خلاص، هذه شغلتهم، هم يوصلوا الفكرة للمستهلك بس.